ما كان موقف الإمام الشافعي في هذه الفترة؟ سئل كثيرا عن الخلافة والإمامة، ما هو موقف الشافعي من الخلافة والإمامة؟ موقفه موقف أهل السنة والجماعة جمهور المسلمين. كان يرى أن الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت لأبي بكر، ثم كانت بعد ذلك لعمر، ثم كانت بعد ذلك لعثمان، ويرى أن هذا هو الحق الذي لا خلاف فيه. فلما قام الخلاف بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، كان يرى أن الخلافة من بعد سيدنا عثمان إنما هي لعلي رضي الله عنه، نعم، وأن موقف معاوية رضي الله عنه من سيدنا علي كان موقف البغي من الخليفة. هكذا كان يرى الإمام الشافعي، وهكذا يرى جمهور المسلمين، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، نعم، كلهم كانوا يرون ذلك. لكن في ناس يظنون كلمة لما يقول أنه الإمام معاوية كان باغيا، يعني كانوا عم نسبه. كلمة البغي في الفقه الإسلامي لا تعني أي إساءة، نعم. البغاة في مصطلح الفقه الإسلامي أناس تمردوا على الدولة بحجة، لهم حجة ولهم سلطة ولهم قوة، لحجة شرعية لهم اجتهادهم في ذلك، لكن خليفة المسلمين مخالف لهم، ليس مؤيدا لهم. فللخليفة أن ينصحهم يردعهم، لم ينتصحوا، لم يرتدعوا، وحاولوا القتال، إذن لخليفة المسلمين أن يقاتلهم. لكن هؤلاء البغاة هل هم آثمون؟ ليسوا بآثمين، لأنهم مجتهدون، وخليفة المسلمين له أيضا أن يقاتلهم، ليسوا بآثمين. مسألة دقيقة، لكن العوام شو بيظنوا لما بنقول أنه معاوية كان باغي مثل ما بتقول، يعني معاوية كان ضال، يعني لا، مو هيك، نعم، هكذا ينبغي أن نعلم. المهم أن الإمام الشافعي كان يرى أن سيدنا علي كان هو خليفة المسلمين بعد سيدنا عثمان، نعم.